اهلا بكم مشاهدينا وفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه سوق الماء، وبرحب بضيفنا الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. يا مرحبا يا استاذ عايز حضرتك. اهلا وسهلا. الله يبارك. احنا النهارده هنتكلم عن اهميه الصحه، وانه الاسلام ديننا امرنا بالاهتمام بصحتنا. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاه والسلام دعا أن يمتعه الله سبحانه وتعالى في صحته، في سمعه، في بصره، في جسده، كما قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. يعني يا رب تبقى هذه النعم حتى الوفاة، أظل أحتفظ بسمعي وبصري وجسدي وبدني حتى الوفاة. تمام. بعض الرياضات النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بها ومارسها وشجع عليها، علشان لما نقول للشباب ينزلوا جيم هو كده بيعمل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو لما ينزل الجيم بيعمل سنة، لما يلعب رياضة ده بيعمل سنة، بس الفكرة برضو ان انا عاوزه ياخد ثواب وهو في الجيم، عاوزه ياخد ثواب لما ينزل الصبح يجري او بيجري بالليل نص ساعة ولا ساعة، عاوزه ياخد الثواب، عاوزه في الوقت ده كمان ياخد عليه حسنات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بالله عليك، لو واحد بيمارس رياضة، بينزل جيم، بيجري، بيمشي كل يوم نص ساعة ولا ساعة، ده أفضل وأقوى وصحته أحسن، ولا اللي قاعد ما بيعملش أي حاجة ولا بيروح ولا بيجي، آكل شارب نايم بيروح شغله ويرجع، لا رياضة ولا جري ولا مشي ولا جيم ولا أي حاجة؟ فرق كبير. ولذلك اللي يحافظ على صحته ده بيعمل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رياضات مهمة زي السباق أو الجري، وهقول دلوقتي نموذج عليه. في حاجة تانية زي الرمي، ده برضو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ومارسه صلى الله عليه وسلم. في حاجة تالتة وهي المشي، ودي برضو النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قال لنا نعملها. كل الحاجات دي، والحاجة الرابعة السباحة. السباحة من أفضل الرياضات وأمتع الرياضات، لدرجة إن الإمام السيوطي ألف كتابا اسمه الباحة في فضل السباحة. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو عنده 6 سنين أخواله أخذوه وراح وتعلم السباحة ومارس السباحة صلى الله عليه وسلم وعنده 6 سنين. خدت بال حضرتك؟ وفعلا أنا مرة كان في حد من أصدقائي بيحاول يعلمني السباحة، يعني جهد ومشقة وعضلات بتتحرك، وفعلا رياضة طبعا مفيدة جدا جدا للجسم، مهمة السباحة طبعا. خدت بال حضرتك؟ رياضة السباق أو الجري مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة مع السيدة عائشة. هو يجري وهي تجري. السيدة عائشة: وكنا في سفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تقدموا. إنه هيجري هو مين؟ هو وزوجته. ما ينفعش إن هو قدام الناس. وخليني قبل ما أقول القصة والموقف وموضوع، لازم المرأة يعني ناخد منها إن يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة. طبعا. ويجوز للمرأة أن تنزل صالة الجيم، بس يا جماعة بضوابط. طبعا. يعني المرأة أو الفتاة اللي بتمارس الرياضة قدام الكوتش بتاعها ويقول لها اعملي هذا لا يليق، اللي تصور نفسها وتنزل على السوشيال ميديا وبتعمل حركة معينة أو تمرينة معينة، هذا لا يليق بالمرأة. وبعدين كمان يعني الرياضات، لك أن تمارسي أي رياضة بس برضو بضوابط. الرياضات اللي فيها خطر على المرأة ولا تليق بالمرأة، لا، يعني إذا كانت هتؤذيك أو يعني تقلل من أنوثتك أو خطر على أنوثتك، لا، ما ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ده للكل، للمرأة وللرجل، للمرأة احنا ما نحطش نفسنا في مكان دي برضو خطر على حياتنا. صحيح. المرأة وللرجل. تمام. بس لحاجة عايز أقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أمرنا بممارسة الرياضة، وإن إحنا نعلم أولادنا الرياضة دي. صحيح. نقطة مهمة جدا. طبعا نهتم بده، نهتم بده لأولادنا. ولذلك يعني ما فيش مانع خالص إنك ابنك يروح يومين ثلاثة في الأسبوع يمارس رياضة معين، يروح تمرين، عايز ينزل جيم ينزل جيم. وعايز أقول للأباء والأمهات، لو أنتوا أعنتوا أولادكم على ده، أنتوا برضو مشاركين في الثواب، مشاركين في الحسنة، لأنك أنت بتحافظ على صحة ابنك، وأنت مسؤول، ومسؤول أنك تهتم بابنك في أي حاجة بقى طالما أنها مفيدة له. كويس. موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة كما جاء في مسند أحمد، إن أصلا قال للصحابة تقدموا فتقدم. تقول السيدة عائشة: فطلب مني أن أسابقه، سابقته فسبقته. يلا نبدأ.
3 2 1 طبعا مش هيقول كده ويبدا السباق، هي اللي سبقته لان كانت ايه؟ كنت صغيره لم احمل اللحم، فلما حملت اللحم هي بتقول لما انا كنت في اول جوازي كانت لسه كانت صغيره ورفيعه، امي اهتمت بيا وعملت لي اكل يسمنه وكده، وفعلا سمنت وحملت اللحم. جت بعد كام سنه اقسم بالله تخنت يعني فحملت اللحم فبتقول سبقته فسبقني. شوفي بقى النبي عليه يحول الموقف ده والحياه الزوجيه الجميله، فيقول لها هذه بتلك واحده يعني بواحده، سبقتيني في المره الاولانيه انا سبقتك المره دي. هكذا تكون الحياه، فاحنا نركز ان احنا نعمل حاجات زي كده. واذا كان الواحد بي 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 ممكن يلاقي صعوبه في اول الحاجه، انت بس اتعود وتعود وهتلاقي دايما جسمك رشيق. وعايز اقول حاجه حلوه قوي، لما بيوصفوا الامام الترمذي في الشمائل بيوصف جسد النبي عليه الصلاه والسلام، سبحان الله حته يعني حته غريبه ان هم يوصفوا جسد النبي، يقول لك كان بطنه وصدره سواء، مفيش بطن يعني مفيش كرش. خدت بال حضرتك ده معناه ايه؟ اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بصحته، اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بجسده، اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام ببدنه وبحياته. مش ان هو مشغول بالدعوة بقى وزي ما بيقولوا بقى شيخ بقى والكلام ده والفتة، لا خالص يا جماعة، لازم نفهم تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ان كل حاجة توضع في نصابها. والنبي عليه الصلاة الشيخ الغزالي بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صحته وقوة بدنه في ثلاث مواطن. خذ الموطن الأول، لما النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 50 سنة راح رحلة مشهورة أو اسمها رحلة الطائف، مشي من مكة إلى الطائف، تعرفي المسافة قد إيه؟ 100 كيلو. 100 كيلو مشاها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، ثم عاد من الطائف إلى مكة صلى الله عليه وسلم. ده إن دل فإنما يدل على قوة بدن وصحة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي موقف. موقف تاني بيقول في غزوة بدر، علشان البعير والدواب اللي هم كانوا واخدينها معاهم كانت قليلة، فكان كل 3 على جمل، كل 3 يتناوب، واحد يركب شوية واثنين يمشي وهكذا، فكانوا في 2 مع النبي بيتناوبوا على جمل، أبو لبابة وسيدنا علي. فقالوا للنبي إيه؟ يا رسول الله، لما جت بيقولوا جت عقبة النبي عليه الصلاة والسلام الدور بتاعه يعني، اركب ونحن نمشي عنك، انت النبي اركب انت واحنا ايه؟ احنا هنمشي، حته التناوب مش هينفع نعملها معاك يا رسول الله، تقديرا لمكانتك ولمنزلتك تركب ونحن نمشي، مش هنركب تاني خلاص. النبي يقول لهم ايه؟ ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. هو مفكروا ان انتوا صحتكم احسن مني او ان انا مستغنى عن الاجر، لا انا همشي فهاخد اجر اكتر وبرضه انا اقدر امشي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثالث في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق في شوال سنة 5 هجرية، النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة 3000 صحابي بكل واحد معاه المعول بتاعه والفاس بتاعته وبيحفر، اعترضتهم صخرة. ده حجاء عند عن سلمان وجاء عن سيدنا براء بن عازب، الرواية ورواية. فالصحابة مش عارفين يتعاملوا مع الصخرة دي، يروحوا لمين؟ يروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بمعوله صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله وضرب انكسر جزء، بالضربة الثانية بسم الله وضرب انكسر جزء، الضربة الثالثة فسهل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة. يبقى دي 3 مواطن بتبرز صحة النبي عليه الصلاة، وهذا لا يأتي من فراغ. يعني مش الصحة لا تأتي من السمنة ولا من البدنة ولا من كثرة الأكل، لا، ما احنا بنقول وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من طعام قط صلى الله عليه وسلم، وده الرجيم الطبيعي وده الأكل الصحي. خدت بال حضرتك؟ كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته يتصبح بتمرات صلى الله عليه وسلم. الأطعمة حتى لما نبص للسنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالأطعمة، سواء كان في اللحم أو النباتات أو حتى الفواكه، تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام كده بيهتم بحاجات مهمة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها مفيدة للجسم، مش ناكله خلاص. يبقى احنا اتكلمنا عن السباق أو الجري وممارسة النبي عليه الصلاة والسلام له. الحاجة الثانية المشي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها.
يعني حتى المشي معناه اذا كان بينم على انك تسعى على لقمه عيشك وتتحرك وتاخد بالاسباب، ما هو ده هيجي عن طريق المشي برضه، انك مطالب انك تمشي. لازم يبقى ليك ورد يومي في الصحه، دي نقطه بقى مهمه، يبقى ليك ورد يومي في الصحه، تمشي الصبح تمشي بالليل، مثلا شغلك على بعد 2 3 كيلو، يا عم مش لازم العجله مش لازم العربيه، ما تاخدهم مشي. خدت بال حضرتك؟ فطرت مثلا اهضم الفطار بتاعك، او انت اتغديت مثلا انزل اتمشى. خدت بال حضرتك؟ وحتى شوف سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ما معناه عند الطبراني انك ما تنامش بعد الاكل، اذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاه. اذيبوا طعامكم بذكر الله، يعني انت ما تاكلش واتنين، خلي اي حاجه بعد اكلك تعملها. حاجة مهمة برضه في موضوع المشي، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. خد الحتة الإعجازية دي، كثرة الخطى، عملوا دراسة بيقولوا إن الواحد محتاج في اليوم من 5000 ل 7500 خطوة يمشيها. يا كتير. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا المسجد لو بينك وبينه 500 متر ده يساوي 625 خطوة. 500 متر يعني نص كيلو، مش بعيد. ال 625 انت هتصلي بقى الخمس فروض في المسجد، ما انت لو هتصلي في البيت برضه ده بيقلل من صحتك. ايوه. خدت صحتك؟ هتمشي المسجد لو بعيد عنك 500 متر هتمشي 500 متر 625 خطوة. تمام؟ لو انت عملت ده ذهابا وايابا في الخمس فروض هيديك 6250 خطوه، اللي هو المعدل المتوسط اللي ما بين ال 5000 لل 7500 خطوه، انت لو عملتهم يبقى انت كده بتحافظ على جسمك يوميا، وهتبقى رشيق وبدنك حلو وصحتك كويسه لو انت فعلا اهتميت بالجري واهتميت بالمشي. وعندنا كمان رياضه الرمي، النبي عليه الصلاه والسلام حث عليها لما مر على قوم قال: ارموا بني اسماعيل فإني أحب الرمي، صلى الله عليه وسلم، والسباحة زي ما قلنا نمارسها وعنده 6 سنوات. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جه وقت أول تقرير من تقارير الخير في حلقتنا النهاردة، ومؤسسة سقيا الماء، نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه. عداد الحسنات اللي مش هيقف ابدا، انما شغال لصاحبه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. احنا دلوقتي موجودين مع مؤسسه سقيا الماء في محافظه مرسى مطروح، بنستلم مجموعه من الابار بفضل الله عز وجل قامت بها مؤسسه احمد بن زايد ال نهيان الخيريه بدوله الامارات بالتنسيق مع سفاره الامارات في جمهوريه مصر العربيه بالتعاون مع مؤسسه سقيا الماء. والحقيقة كما عودتنا مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان على أعمال الخير ليس في دولة الإمارات فقط، بل يعني تمتد أيادي الخير لديهم لتقوم بأعمال الخير في خارج دولة الإمارات بفضل الله عز وجل. وهذا هو العمل المبارك الذي يرجى أجره ويرجى ثوابه من رب العالمين. ولما لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة سقي الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى، هو ده الأجر اللي هيستمر. سيدنا النبي قال لنا ان في 7 حاجات اجرهم مستمر للانسان حتى بعد موته. قال: 7 يجري اجرهن للعبد في قبره: من ورث علما، او اجرى نهرا، او حفر بئرا، او غرس نخلا، او بنى مسجدا، او ترك مصحفا، او ورث مصحفا، او ترك ولدا يستغفر له. فيا مسلمون، قدموا لانفسكم الخير وأنتم في الاستطاعة، وجزى الله خيراً كل من يقوم بهذه الأعمال المباركة، كل من تمتد يده بالعطاء والخير. مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان اليوم تضرب مثالاً في البذل
ومثالا في العطاء بالتعاون مع مؤسسة أخرى. هي دي الروح الحقيقية اللي محتاجينها في العمل الخيري. فيا رب اجعل أيدينا ممدودة بالخير دايما، واجعلنا يا رب على الخير أعوانا، وللخلق يا رب وللفقراء خداما، اجعلنا رسل رحمة لخلقك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا تقرير استلام أبار المية في مرسى مطروح، والأبار دي ثلاث أبار مختلفين إن هم بتعاون مع سفارة دولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. التعاون دايما شيء أكثر من رائع، لأنه طالما فيه أيادي كتيرة وفيه همة وفيه ناس متكاتفة، ده بيثمر عن نتيجة زي ما احنا شفنا. ومن خلال السنتين اللي فاتوا، لان احنا يعني ان شاء الله على اول 11 اللي جاي يبقى احنا كده المؤسسه اتم سنتين. لما تعمل في السنتين دولت 1200 بير، واحنا قلنا يعني بمعدل في الشهر حوالي 50 بير، غير بقى الاف الوصلات اللي اتعملت، غير المحطات، غير فده نتيجه ايه؟ نتيجه التكاتف والتعاون، نتيجه ان ايد على ايد، نتيجه ان جنيه على جنيه، نتيجه ان ناس وثقت وصدقت في مؤسسه سقيا الماء. فكانت النتيجة ان الاعمال دي يعني تطلع للنور والناس تستفيد بيها، لان لو واحد بس هيعمل او اتنين بس اللي هيعملوا مش هيطلعوا النتيجة دي طبعا. لان لو مفيش ناس في ظهر مؤسسة سقيا الماء، وفي جنود مجهولين، وفي ناس الله سبحانه وتعالى عالم بهم ومطلع على نواياهم وعارف وعالم بما يتصدقون ويبذلون ويساهمون ويتبرعون، ما كانش الخير ده كله وصل للناس ده، وآلاف الناس استفادت من الخير ده. ندانا نتيجة ايه؟ نتيجة التعاون والتكاتف. بشكرك جدا في نهاية الحلقة، ربنا يكرمك، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم مع آخر تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء.